أنشطة الاستثمار. أولا، ألاحظ الكلمات الملونة. انتقل محمود إلى مدرسة جديدة. انتقل فعل، محمود اسم، إلى حرف، مدرسة اسم، جديدة اسم. الكلمة ثلاثة أنواع، إما اسم أو فعل أو حرف. ثانيا، أصنف في الجدول كلمات الجملة الآتية: حزن محمود على فراق الأصدقاء. حزن فعل، محمود اسم، على حرف، فراق اسم، الأصدقاء اسم. أولا، ألاحظ وأتعرف: لعب محمود، لعب فعل، محمود فاعل. الذي قام بالفعل هو محمود، إذن فاعل. ثانيا، أقرأ الجمل الآتية وألاحظ الأفعال باللون الأحمر والأسماء باللون الأخضر: حضر الصديق، حضر فعل، الصديق اسم، يتعلم محمود، يتعلم فعل، محمود اسم، لعبت الطفلة، لعبت فعل، الطفلة اسم. تطبيقات كتابية: أولا، أصل الكلمة بالبطاقة المناسبة: القط اسم حيوان، مريم اسم إنسان، النافذة اسم جماد، الزهرة اسم نبات. ثانيا، أملأ الفراغ بوضع فعل مناسب في المكان الفارغ: تعرف محمود على صديقه الجديد. ثالثا، أملأ الفراغ بوضع اسم فاعل مناسب في المكان الفارغ: لعب سمير مباراة في كرة القدم. رابعا، أحدد الفعل والفاعل كما في المثال: يجري اللاعب، يجري الفعل، اللاعب الفاعل، جاء الصديق، جاء الفعل، الصديق الفاعل، حضرت الأم، حضرت الفعل، الأم الفاعل.